أهلا بكم في نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس الأهلي يحضر السوبر في الإمارات. وليد سليمان لن أرحل وسأعتزل في الأهلي. الكشف الطبي يحسم مشاركة عبد الشافي أمام المغرب. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر حضور مباراة السوبر المحلي لكرة القدم أمام الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ويغادر المجلس بالكامل القاهرة يوم 7 فبراير في وفد يضم كامل زاهر أمين الصندوق والأعضاء عماد وحيد ومروان هشام ومهند مجدي إلى أبوظبي للحاق ببعثة الفريق التي تعسكر في دبي. أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تأجيل معسكر الإمارات لعدة أيام لحين وصول لاعبي المنتخب العسكري ولحين استخراج التأشيرات لبعض لاعبي الفريق. ومن المنتظر أن ينتظم الفريق في تدريباته الجماعية لحين تحديد الموعد الجديد لسفر الفريق إلى الإمارات. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات على كأس السوبر. وصلت البطاقة الدولية للاعب الجديد الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الجديد للأهلي بشكل رسمي إلى اتحاد الكرة بعد قيد اللاعب على نظام التعاقدات. وتعاقد الأهلي مع سليماني كوليبالي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من نادي كليمارناك الاسكتلندي في ثاني الصفقات الشتوية للفريق الأحمر بعد ضم عمرو بركات صانع ألعاب ليرز البلجيكي. أكد وليد سليمان نجم الأهلي أنه رفض عدة عروض خارج مصر للرحيل عن الفريق الأحمر لتركيزه الشديد مع الفريق، معلنا أنه سيعتزل في القلعة الحمراء. وأضاف سليمان أن خوض مباراة السوبر أمام الزمالك في الإمارات يمنح الفريق دفعة إيجابية في الدور الثاني للدوري، تماما مثل ما حدث الموسم الماضي بعد التتويج باللقب السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 3-2. وأشار إلى أن ارتباطه بالأهلي أهم ما لديه من أي عروض خاصة في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري، مؤكدا أنه سوف يتجه إلى مجال التدريب بعد إنهاء مشواره في الملاعب. يعود الرباعي حسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال ومحمد نجيب المنضم للمنتخب العسكري إلى النادي الأهلي يوم الأحد المقبل. ويخوض المنتخب العسكري غدا السبت لقاءه الأخير بالبطولة أمام سوريا لتحديد المركزين الثالث والرابع. ويلحق الرباعي بتدريبات الفريق الأحمر فور عودتهم من سلطنة عمان عقب خوض بطولة العالم العسكرية. نطير إلى الجابون لمتابعة آخر أخبار منتخبنا الوطني في الجابون، حيث تقرر تعيين الجابوني إيريكو توغو كاساتان حكما لمواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره المغربي في 9 مساء الأحد المقبل. ويلتقي منتخب مصر نظيره المغربي في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.
وتصدر المنتخب الوطني المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. سمح الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني للاعبي الفراعنة بالخروج في جولة حرة بمدينة بورت جنتل قبل صلاة الجمعة، وطلب اللاعبون الخروج في جولة ومغادرة فندق الإقامة بعدما ظل الفريق به أكثر من 14 يوما بين التدريب والمباريات بهدف كسر حدة الملل. ووافق المدرب الأرجنتيني على السماح للاعبين بالخروج في الجولة الحرة بالمدينة الساحلية التي تطل على المحيط الأطلنطي قبل العودة إلى الفندق وأداء صلاة الجمعة بحديقة فندق الإقامة. وللمزيد من التفاصيل عن تحضيرات منتخبنا لمواجهة الأحد أمام المغرب تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إيناس مظهر المنسق الإعلامي للمنتخب. أستاذة إيناس أهلا بيكي. مساء الخير أستاذة فازة، أهلا بيكي. أستاذة إيناس، أول حاجة عايزين نسألك عن تحضيرات المنتخب للمباراة القادمة أمام المغرب. احنا النهاردة هونتي واحنا بنتكلم دلوقتي الفريق لسه هيبتدي عملية الإحماء استعدادا لأداء التدريب الرئيسي، التدريب النهاردة ده التدريب قبل الأخير، وغدا إن شاء الله هيكون التدريب الرئيسي. احنا بنتمرن دلوقتي على في الملعب الفرعي الاستاد بوجونسي، وإن شاء الله يعني كل اللاعبين طبعا النهاردة مشاركين في المران عكس أمس. كان أمس اللاعبين اللي لعبوا المباراة شاركوا في جزء من المران ثم ارتاحوا بعد كده، ولكن واللاعبين اللي كانوا احتياطي هم أكثر الناس اللي ركزوا يعني شاركوا في أطول فترات من المران أمس. الاثنين جول كيبرز قدامي برضو كابتن عصام الحضري وشريف اكرامي مع الكابتن احمد ناجي، وبيتمرنوا تدريبات على الكره امام الشبكه. كنا عايزين نطمن من حضرتك على على محمد عبد الشافي، عن صحه محمد عبد الشافي، وهل هناك اصابه لتريزيجيه؟ لا، تريزيجيه ما فيهوش حاجه وهو ما عندوش اي اصابات وبيلعب في الملعب، لكن محمد عبد الشافي ما زال بيؤدي تدريبات تأهيلية إلى الآن، بس هينضم للمران الرئيسي وهو أهو حتى دخل، يعني هو ابتدى الأول تأهيلي ودخل دلوقتي ابتدى دلوقتي المران الرئيسي وشغال مع الفريق، فأعتقد أنه هو قد يكون جاهزا إن شاء الله للمباراة القادمة، ولكن برضو في انتظار أن الطبيب هو اللي يؤكد ذلك، اعتقد بعد ما يشوف النهارده، لان النهارده هيكون اكتر وقت، يعني هو كده بيبتدي المران الرئيسي من بدايته، فهيشوف طبعا الدكتور بعد انتهاء المران ويقرر طبعا ويبلغ الجهاز الفني، لكن نقدر نقول ان هو يعني الى حد ما يعني الاصابه بالنسبه له يعني تعافى بشكل كبير يعني. طيب كنا عايزين نسال حضرتك عن الكواليس اللي دايره ما بين اللاعبين حول مباراه المغرب، خصوصا ان مصر ما فازتش على المغرب من 31 سنه. هو ده فعلا الحقيقي ان هي ما فازتش، ولكن هم طبعا اللاعبين عندهم كلهم امل كبير، طبعا روحهم المعنويه مرتفعه جدا. احنا ما كسبناش المغرب من 31 سنه، لكن كله بيقعد يتذكر او الجيل القديم اللي موجود، وبالذات حتى من المدربين بيحكوا لهم عن ان هم ازاي ان بطوله 98 اللي فازت بيها مصر، مصر خسرت في المباراه الثالثه في المجموعه امام المغرب ثم عادت لتفوز باللقب وبالبطوله، وايضا في بطوله عام 2006 المغرب كانت معانا في نفس المجموعه وتعادلنا معاها وبرده مصر هي اللي فازت بالكأس. فان شاء الله ان شاء الله طبعا هم، ولكن احنا في مرحله الدور الثمانيه ما عندكيش تعويض، ده نوك اوت سيستم خلاص، الفريق الفائز هو اللي بيتاهل لقبل النهائي والمهزوم بيخسر. فطبعا هم بيدخلوا المباراه بهدف الفوز فقط والحفاظ طبعا على اسم مصر ومكانتها والسبع القاب اللي الفريق المصري يمتاز بيهم وبيتفوق بيهم على باقي الفرق اللي هنا، فهو هدف الفوز هو الهدف الاساسي لمباراه ان شاء الله مصر امام المغرب. احنا كمان بنتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه ايناس مظهر المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني.
غادر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مدينة بورت جنتل برفقة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، متوجهان إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل من أجل استكمال اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف. كان أبو ريدة حضر برفقة حياته إلى مدينة بورت جنتل من أجل مشاهدة مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ويعود أبو ريدة صباح الأحد من أجل حضور مباراة المنتخب والمغرب في دور الثمانية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لمنتخب مصر لكشف طبي اليوم الجمعة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المغرب المقرر لها 9 مساء الأحد في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد إصابته بالتواء في الكاحل. وخضع عبد الشافي خلال الساعات الأخيرة لتدريبات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا لتجهيزه لمباراة المغرب بعد استبعاده من المشاركة في مباراة غانا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد. وتؤكد المؤشرات الأولية أن عبد الشافي سيلحق بمباراة المغرب بعد اختفاء الورم نتيجة الالتواء، وهو ما سيتضح عقب الكشف الطبي اليوم. حصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على حقنة مسكنة في بداية ميران أمس بعد شكواه من ألم في الكتف بعد مشاركته في مباراة غانا، ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي يوم الأحد القادم في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالجابون. حرص الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق خلال ميران الأمس استعدادا لمواجهة المغرب. واشتكى كوبر خلال حديثه مع اللاعبين من إهدار الفرص السهلة في مباراة غانا والتي أضاعت فوزا كبيرا ومهما للفريق على نظيره الغاني، وعتب المدير الفني للفراعنة اللاعبين على التراجع للدفاع بخلاف تعليماته التي شددت على ضرورة الهجوم في الشوط الثاني مطالبا بعدم تكرار ذلك عند مواجهة منتخب المغرب. تعهد عمرو حسين المدير العام لشركة النهار بلس راعي أكاديمية النادي الأهلي بالكويت بمنح عدد من اللاعبين المميزين في الأكاديمية رحلة إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 10 فبراير المقبل. وأشار إلى أن اسم النادي الأهلي الكبير في المنطقة العربية خاصة دولة الكويت كان دافعا قويا للشراكة وعقد الرعاية، موضحا أن الشركة تقدر جيدا قيمة الأهلي وتتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة لكل أطراف الشراكة والرعاية. وأضاف عمرو حسين أنه على الصعيد الشخصي يعتبر عضوا عاملا بالنادي الأهلي ويعتز بالانتماء إلى نادي القرن، مشددا على ثقته في قدرة فريق الكرة على الفوز بمباراة السوبر. يدرس النادي الأهلي إقامة فروع جديدة لأكاديميات اكتشاف المواهب في كرة القدم في قارة أفريقيا وآسيا بعد نجاح تجربة أكاديمية النادي في الكويت، والهدف من إقامة هذه الأكاديميات هو الكشف عن المواهب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن شوقي عبد الشافي مدير قطاع الأكاديميات بالنادي الأهلي. كابتن شوقي أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالتأكيد. كابتن شوقي كنت عايز أسألك عن الزيارة الأخيرة للكويت. أيضا كنا عايزين نسألك عن افتتاح فرع الأكاديمية الجديد. لا، الأكاديمية أصلا الأكاديمية شغالة بقى لها سنتين دلوقتي، السنة الثالثة من الأكاديمية. الأكاديمية من نجاح لنجاح الحمد لله، والأعداد في تزايد والأمور الحمد لله مستقرة. وأنا موجود معايا دلوقتي الكابتن وليد سليمان، وإحنا موجودين في مهرجان موجود الأكاديمية عاملاه
الاشتراك مع معظم الفرق اللي موجوده في الكويت، واحنا بنحضر المباريات النهائيه دلوقتي وان شاء الله في جوائز بعدها. وامبارح كان في مؤتمر صحفي وكان في راعي جديد للاكاديميه، والامور الحمد لله مستقره وفي نجاح كبير للاكاديميه الحقيقه. والفضل طبعا يرجع لشركه التمايز اللي هي مسؤوله عننا هنا في الكويت، لانهم منظمين جدا الموضوع والامور كلها ماشيه كويس الحمد لله. في بعض اللعيبه الراعي يتبناهم مع لعيبه موجودين، وان شاء الله ينضموا لقطاع الناشئين لما ننزل القاهره باذن الله. طب ايه رايك في الانضمام على في يعني الاقبال على الانضمام على الاكاديميه؟ انا بقول لحضرتك الاكاديميه الانضمام ليها الحمد لله والامور كلها ماشيه بصفه منتظمه، والمصريين هنا والجاليات الاخرى كمان. الاكاديميه مش بس فيها مصريين، الاكاديميه فيها مصريين وفيها سوريين وفيها ناس كثيره من الجاليه العربيه، فيها ناس كثيره من الكويتة، وفيها ناس كثيره من الجنسيات الاخرى. طيب هل في خطط لافتتاح اكاديميات في بلاد ثانيه؟ والله احنا عندنا بندرس دلوقتي مجلس الاداره بندرس انه في اكثر من عرض عندنا، عرض من الشارقة وعرض من يعني الامارات وعرض من عمان وعرض من السعوديه، في اكثر من عرض الحقيقه. والمجلس ولجنه الكوره بيدرسوا احنا ممكن نفتح طبعا في اكثر من مكان، خصوصا بعد نجاح تجربه الكويت. انا اعتقد انه مش هيبقى في مشكله في الافتتاحات، بس النادي الاهلي دايما بيدرس الامور يعني بصفه عشان الاستمراريه والنجاح، فبيدرس الامور دراسه الجدوى بتاعتي لازم تبقى دراسه الجدوى على مستوى كويس عشان الاستمراريه تبقى موجوده ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن شوقي عبد الشافي مدير اكاديميات الاهلي. فاز فريق ناشئي الأهلي مواليد 2001 بقيادة المدير الفني محمد شرف على فريق ناشئي مصر للتأمين مواليد 99 بثلاثية نظيفة على ملعب الأهلي بمدينة نصر. ويخوض الأهلي سلسلة من اللقاءات الودية قبل خوض غمار مسابقة السوبر للجمهورية للناشئين والتي ستجري قرعتها يوم الاثنين القادم. وأكد المدير الفني محمد شرف جاهزية الفريق واستعداد جميع اللاعبين لبطولة السوبر للناشئين وعودة المصابين واللاعبين الذين تم تصعيدهم لفريق مواليد 99 ومواليد 2000. فاز فريق الأهلي للناشئين مواليد 2002-2004 بالمهرجان الرياضي للناشئين الذي أقيم على ملاعب الساحة الشعبية بدمياط بمشاركة فريقا الناشئين بالأهلي مواليد 2002-2004 بمشاركة فرق الناشئين بمحافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد. وحصل فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2002 على كأس البطولة بعد الفوز على فريق دمياط بقيادة سميح بلبولة بستة أهداف مقابل لا شيء. كما فاز فريق الأهلي مواليد 2004 على فريق دمياط بثلاثة أهداف للا شيء. والحصول على كأس الراحل الكابتن أحمد ماهر مدير قطاع الناشئين السابق بالأهلي. خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي من نادي الجزيرة بنتيجة 62-60 في ختام الدورة المجمعة الأولى من المرحلة الأولى لنهائيات دوري السوبر للمحترفين. وتقام البطولة على ثلاث مراحل، الأولى على مجموعتين، تلعب كل مجموعة دورتين مجمعتين، ثم يلاقي كل فريق فرق المجموعة الأخرى على دورتين مجمعتين في المرحلة الثانية، لنصل بعد ذلك للمرحلة النهائية بين أفضل ستة فرق من حيث الترتيب.
وللمزيد من التفاصيل عن مواجهة الأهلي وسموحة بعد غد الأحد وتحضيرات الفريق للمواجهة، ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن إسلام علي المدرب العام لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي. كابتن إسلام أهلا بيك. أهلا بيك يا شاذ، أهلا وسهلا. في البداية طبعا لازم نسألك عن أسباب الخسارة. والله أسباب الخسارة تتلخص في عدم التوفيق أكثر يعني، بس إحنا الحمد لله يعني فزنا في المباراتين الأولانيين سموحة والاتحاد، خسرنا مباراة كبيرة بس الأخيرة عدم توفيق غير طبيعي يعني لدينا. وبعدين برضو إحنا بنلاعب فريق كتير مش فريق قليل يعني، وارد إن أنت تكسبي أو تخسري، مشوار الدوري طويل. النتيجة حتى الآن الأهلي خسارة واحدة، جزيرة خسارة واحدة، بورتي خسارة واحدة، الزمالك خسارة واحدة، يعني إن شاء الله ما فرقتش الهزيمة بإذن الله. طيب إيه هي مواجهات الفريق المقبلة؟ الدورة المجمعة الثانية هتبدأ في صالة وزارة الشباب والرياضة 6 أكتوبر يوم الأحد إن شاء الله بعد بكرة، نفس الثلاث ماتشات اللي إحنا لعبناهم في السريع هنلعبهم ثاني حد اثنين ثلاث، سموحة الاتحاد الجزيرة، وكده يكون خلصنا المرحله الاولى زي ما انت قلت في التقرير بتاعك. المرحله الاولى اللي هي الدورتين مجمعتين الاوليين هيحصل توقف بسبب الدوري فتره، وبعد كده نرجع نبتدي في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي عباره عن دورتين مجمعتين ثانيين بس مع فرق المجموعه الاخرى، بمعنى ان احنا مثلا اهلي كبيره اتحاد سموحه الاربع فرق دول مع بعض في مجموعه هيروحوا يلعبوا المجموعه الثانيه اللي هي الزمالك سبورتنج الجيش اولمبي من غير ما يلعبوا بعض ثاني، يعني من غير ما احنا نلعب الكتيره وسموحه والاتحاد ثاني، هنلعب المجموعه اللي هناك بس. هنلعبهم دورتين مجمعتين برضه. دي هتبقى المرحله الثانيه. اربع ماتشات في اثنين بثمان ماتشات، دي المرحله الثانيه. ومن اول المرحله الاولانيه واحنا بنجمع في نقط، المكسب باثنين بونت والخساره بونت، لحد ما نوصل بعد الدورتين المجمعتين اللي بعد كده هيترتب الثمان فرق من الاول للثامن بناء على النقاط اللي كل فريق حصل عليها. هيبقى عندنا ثمان فرق بترتيبهم من الاول للثامن، هيتم استبعاد السابع والثامن من المرحله النهائيه. تبقى المرحله النهائيه الست فرق الاوائل على حسب النقاط هم دول اللي هيلعبوا المرحله النهائيه، وبعد ما يتحددوا المرحله النهائيه هيبقى ليها بقى نظام ثاني خالص، عباره عن ايه؟ الاول والثاني هيبداوا المرحله النهائيه معاهم 3 بونت، الثالث والرابع هيبداوا معاهم 2 بونت، الخامس والسادس هيبداوا معاهم بونت، باعتبار ان تبقى في شيء من التمييز ما بين اللي داخل اول واللي داخل ثالث كده يعني، فاهم قصدي؟ وهي دي بقى المرحله النهائيه هتبقى عباره عن دورتين مجمعتين للست فرق الاوائل فقط، ويبقى كده بطل المسابقه هو اعلى واحد حصل على النقط. كابتن اسلام بشكل عام شايف المنافسه يعني ازاي؟ والله طول عمر المنافسه في الباسكت مختلفه عن بقيه الالعاب، بينافس على البطوله مش فريق ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني الثمان فرق الواصلين فاينل ثمان فرق بيكسبوا بعض، يعني النهارده الجيش كسب سبورتنج الكاس، والاولمبي كسب الجيش، وسبورتنج كسب الزمالك، وعندنا ده في المجموعه الثانيه، عندنا احنا كسبنا الجزيره، الجزيره كسب الاتحاد، وسموحه كسب الجزيره، واحنا كسبنا سموحه، الماتشات كلها ايكوال، فالثمان فرق بصراحه اقوياء جدا. انا شايف ان السابع والثامن اللي هيستبعدوا من الفاينل المرحله النهائيه انا شايف ان هو مش هيتظلم، ولكن يستحق ان ينافس على البطوله لحد الاخر. فالثمان فرق لو هنقول ان السابع والثامن استبعدوا، فمن الاول للسادس عنده فرصه انه ياخد البطوله، ان السادس الترتيب هيبقى فرق بينه من اول الترتيب 2 بونت بس، 2 بونت ده يعني ماتشين، واحنا هنلعب 10 ماتشات فالمشوار طويل، صعب جدا جدا ما تقدريش تحكمي على مين اللي ممكن او مين الاقرب، ان الست فرق هيفضلوا في المرحله النهائيه وما ست فرق كلهم مرشحين يكسبوا بطوله، وهي دي الصعوبه. بس ان شاء الله باذن الله يعني الفريق اللي هو صاحب النفس الطويل والحاله البدنيه الاعلى وعدد الاصابات اقل هو ان شاء الله اللي هيحسم البطوله، وان شاء الله نكون نادي الاهلي باذن الله. طيب كابتن اسلام للاطمئنان على صحه اللاعبين، هل في اي غيابات او اصابات عند حضرتك في الفريق؟ والله الفتره اللي احنا فيها دي ما عندناش الحمد لله اصابات غير شيكابي الدياسي بس، وما اعتقدش انه هيلحق الدوره بتاعت بكره دي بتاعت 6 اكتوبر،
انما المرحله الثانيه باذن الله ان شاء الله هيكون موجود معانا ونبقى كاملين، وان شاء الله نبقى مكملين كده كويسين كاملين من غير اصابات لحد الاخر باذن الله ان شاء الله. طيب كلمنا عن برنامج الفريق في مواجهه يوم الاحد. والله هو الماتشات خلصت اصلا امبارح خميس، فاحنا النهارده الجمعه راحه، السبت عندنا تمرينه واحده على الصاله بتاعت 6 اكتوبر اللي هنلعب عليها البطوله، الحد اول يوم مباراه، فالاعداد عباره عن مذاكره الماتش اللي فات مش اكتر، يعني احنا هنتمرن يوم السبت ان شاء الله على الشغل اللي هنعمله يوم الاحد في الماتشات في يوم الاحد مع سموحه، وهنعالج الاخطاء اللي احنا طبعا عندنا الماتش وهنتفرج عليه وهنشوف الاخطاء بتاعتنا ايه، وان شاء الله هنحلها يوم الاحد. ونفس الكلام هيبقى على ماتش الاتحاد ماتش كبيرة، مفيش وقت كتير قوي ان احنا نشتغل على صعوبه الموضوع، انما بعد الدوره المجمعه الثانيه اللي هيبقى في فتره توقف كل فريق بقى يبتدي يعيد حساباته من اول وجديد ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن اسلام علي المدرب العام لفريق كره السله بالنادي الاهلي. الى جولتنا العالميه، أشاد دييغو أرماندو مارادونا أسطورة المنتخب الأرجنتيني ونابولي الإيطالي بمواطنه ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي. وقال مارادونا في حوار مع قناة أرجنتينية: ميسي لاعب عظيم بكأس العالم أو بدونه، نحمد الله لأنه أرجنتيني. وتابع مارادونا: منذ 56 عاما لم أشاهد أحدا في مستوى ميسي، ولن أسمح بأي شيء يقال عن ليو أنه ليس ظاهرة كروية لأنه لم يفوز بالمونديال مع منتخب بلاده. تمسك جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بثنائي أشلي يونغ وأنتوني مارسيال وعدم التفريط فيهما خلال سوق الانتقالات الجارية. وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مورينيو لا يرغب في رحيل أي جناح عن صفوف الفريق بعد بيع ممفيس ديباي لنادي ليون الفرنسي. وأشارت الشبكة إلى أن مارسيال سعيد في مانشستر يونايتد ويرغب في الاستمرار فترة أطول في قلعة أولد ترافورد لثقته بأنه جزء من مستقبل النادي في خطة سبيشال وان المستقبلية. كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا يشعر بعدم الراحة داخل الفريق الملكي الذي عاد إليه الصيف الماضي بعد موسمين مع يوفنتوس الإيطالي بسبب عدم اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي في المباريات. وذكرت إذاعة كادناسير المحلية أن موراتا الذي أعاد ريال مدريد شراءه مقابل 30 مليون يورو يشعر بتعرضه للخداع من قبل زيزو الذي وعده بدور بطولي داخل الفريق الذي نشأ فيه. وكشفت أن موراتا البالغ 24 عاما أبلغ وكيل أعماله بالاستماع للعروض المقدمة من الأندية لنيته مغادرة الملكي الصيف القادم، وأوضحت أن هناك ثلاثة أندية ترغب في الاستفادة بخدمات المهاجم الإسباني على رأسها السيد العجوز إضافة لأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين. وإلى متابعة أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية ونقرأ في الأهرام سبورت: الأهلي يدرس تأجيل معسكر الإمارات. وفي الجمهورية: الأهلي يكتفي بصفقتي بركات وكوليبالي في الشتاء. أما ما جاء في الوطن سبورت: صفقة حمودي تحدد مصير عمرو بركات من القائمة الإفريقية. وجاء في المصري اليوم: وليد سليمان أكاديمية الأهلي في الكويت حققت نجاحات كبيرة. أما الوفد: وليد سليمان يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي.
وجاء في اليوم السابع رباعي مجلس الأهلي يساند الفريق في السوبر من الإمارات. وجاء في موقع فيتو الأهلي يتسلم الحافلة الجديدة بعد لقاء السوبر. وفي يلا كورة الأهلي لم نغلق باب المفاوضات أمام حمودي خلال يناير. وفي الجول الأهلي يدرس تأجيل معسكره الخليجي 48 ساعة. أما ما جاء في كورابيا الأهلي يطالب المقاصة بباقي مستحقات أنطوي من أجل كوليبالي. دوت مصر الأهلي يطلب من حمودي إنهاء أزمة الباطن لإتمام التعاقد معه. مصر العربية الأهلي يحصل على البطاقة الدولية لكوليبالي وبركات. وجاء في يوروسبورت عربية نجم الأهلي يتعهد بضرب الزمالك والاحتفاظ بالسوبر. إلى استعراض تفاعل لاعبي نادي الأهلي على السوشيال ميديا. وصل وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الكويت من أجل المشاركة في حفل افتتاح أكاديمية النادي الأهلي بالكويت بالاشتراك مع شركة نهار بلاس. وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر صور وصول سليمان إلى الكويت، حيث استقبلته الجماهير هناك بالورود. هنأ سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر زميله أحمد حجازي بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك تألقه في مباراة غانا وحصوله على لقب رجل المباراة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونشر سعد صورة لحجازي وزملائه في المنتخب بعد مباراة غانا وعلق عليها قائلا: ألف مبروك ويا رب كملها لنا على خير، ما شاء الله حجازي وعلي جبر دايما في تألق وكل سنة وانت طيب يا حجزو. نشر عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له مع المطرب رامي جمال، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وعلق السولية على الصورة قائلا: جمعة مباركة. نشر أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي والمنتخب الوطني صورة له مع من إحدى مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون. وعلق كوكا على الصورة عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلا: يا رب يا رب النصر لمصر. وقبل ختام نشرتنا الإخبارية مع فقرة زي النهاردة. زي النهاردة 27 يناير 2007 الأهلي يفوز على كهرباء طلخة بثلاثية نظيفة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم. سجل الأهداف الثلاثة أحمد جلال في الشوط الثاني للمباراة في الدقائق 55 و75 و85. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة، وإلى أن نلقاكم مجددا دمتم في أمان الله.